السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي شعبة إشراف داخلي، النهاردة حلقة جديدة من حلقات الإشراف الداخلي. طبعا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المشاكل وإيه الفرق ما بين المشاكل والأزمة، وعرفنا إيه هي خطوات حل المشاكل وإيه هي خطوات حل الأزمة والمشاكل اللي بتقابل إدارة الفندق بصفة عامة، وإيه هي المشاكل اللي بتواجه إدارة الإشراف الداخلي. طبعا مهم قوي الاتصال ما بين الإدارة والعاملين اللي موجودين داخل الإشراف الداخلي أو أي عاملين في الفندق. احنا عندنا النهاردة بداية الحلقة عن أهمية وجود العاملين في أي قسم من الأقسام. طبعا وحدة الإشراف الداخلي من أكثر الخدمات احتياجا للعمالة. ليه؟ أول حاجة الإشراف الداخلي المسؤوليات بتاعته كتير قوي. يعني إيه مسؤولياته كتير؟ يعني هو الإشراف الداخلي من بداية ما العميل أو الجست بيدخل من باب الإيه؟ من باب الفندق. أهم حاجة عندنا رضا العميل. برافو عليكم. إحنا أول ما بيدخل طبعا ساعي الحقائب بياخد منه الإيه؟ الحقائب لحد ما يوصله للمكاتب الأمامية أو موظف الاستقبال. بعد كده بياخده بيوصله للغرفة بتاعته، طبعا بقى في المصعد او يطلعوا السلام لو كان مفيش مصعد، وبيشلوا الحقائب لحد الايه لحد الغرفة بتاعته. وطبعا العميل مهم جدا ان هو اول ما بيدخل يعمل ايه؟ يلاقي الخدمات بتاعته المقدمة جاهزة قدامه. يعني ايه جاهزة قدامه؟ اول ما بيدخل الغرفة بيلاقي الغرفة ايه؟ يلاقي الغرفة مجهزة بكل التجهيزات بتاعتها، ما يلاقيش فيها حاجة بايظة، ما يلاقيش مثلا التكييف معطل، الحنفية مكسورة، ما فيش بيضات، الغرفة مش نظيفة، وهكذا. بأهم حاجة عندي ايه؟ ان العميل اول ما بيدخل من الغرفة يبقى مستريح نفسيا، عشان مشكلة زي المشاكل اللي واجهتنا ان العميل عايز يغير الغرفة ما تواجهناش. طبعا خدمة الغرف من طبعا ايه مهام الاشراف الداخلي وتنظيف الغرف وهكذا. يبقى احنا عندنا الاشراف الداخلي مسؤولياته كتير ولا لا؟ مسؤولياته كتير ومتعددة، لان الاتصال ما بين العميل واي قسم، اهم قسم من الاقسام دي هو الاشراف الداخلي، لانه بيتعامل معاه بشكل ايه؟ مباشر. تاني حاجة احتياجاته للعناصر المتميزة القادرة على اداء المهام بتاعته متوفرة. يعني انا العاملين بتوع الاشراف الداخلي، احنا قلنا في تعامل مباشر ما بينه وما بين الجست، ماشي؟ انا لو مش عندي لغة ومش متميز في الاشراف الداخلي، ادارة الاشراف الداخلي هتحطني في مكان يبقى فيه تعامل مباشر؟ لا. ليه؟ انا ما بيبقى عندي لغة، ادارة الاشراف الداخلي وادارة الفندق بتقول ده القادر على ان هو يبقى فيه تعامل ما بينه وما بين الجست او العميل مباشر. يبقى انا لازم اطور من نفسي ويبقى عندي حاجات متميزة عن زمايلي، ان انا يبقى عندي لغة وكمان اداء المهام بتاعتي يبقى متميز. يعني مشرف الغرف قال لي ايه؟ الغرف دي عايزة تتنظف في خلال نص ساعة، والغرف ديت طبعا الجست بتاعها ممكن يكون موجود او مغادر من الفندق خالص في خلال وقت كذا،
وعايز مستوى النظافة بتاعي كذا، يبقى المشرف بيقول لي على شوية حاجات ان انا ايه، ان انا اعملها. لو انا متميز في الاداء بتاعي والمهمة بتاعتي ان انا انجز الاداء بتاعي ده في وقت قصير وعلى درجة عالية من الكفاءة، وانا ما اديتش المهمة بتاعتي دي، يبقى المشرف هيكتب تقرير عني كويس؟ لا، مش هيكتب تقرير عني كويس. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى انا لازم اكون متميز في المكان بتاعي. يبقى وحدة الاشراف الداخلي عايزة ناس متميزة في الايه؟ في المكان بتاعها وفي الاداء بتاعها وفي اداء المهمات بتاعتها. لان انا لو ما كنتش متميز، العميل هيتضايق، الخدمات بتاعته هتبقى متأخرة، التواصل مش هيعرف يتكلم، لو اللغة بتاعته انت مش عارفها مش هتعرف تتواصل معاه ومش هتعرف احتياجاته. يبقى انت كده اديت مهمتك كويس ولا بشكل مقصر؟ يبقى انت كده ممكن تعمل ايه؟ مشكلة لإدارة الفندق ومشكلة لإدارة الإشراف الداخلي بالأخص، لأن انت هتعمل سمعة وحشة ايه؟ للفندق، اللي هي الدعاية السلبية للايه؟ للفندق. يبقى انا عندي مهم قوي ان انا اعمل ايه؟ اقول قسم الاشراف الداخلي لازم يبقى فيه عمال واشخاص متميزين في الاداء بتاعهم وفي الاتصال بتاعهم مع ايه؟ مع الجست او العميل. تاني حاجة، ارتفاع معدل دوران العمل بالاشراف الداخلي نتيجة المجهود العضلي والجسماني. طبعا من المشاكل اللي بتواجه الاشراف الداخلي المجهود الايه؟ المجهود العضلي والجسماني اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. طيب اعمل ايه عشان اقلل المجهود ده؟ لازم اعمل حاجة اسمها دوران العمل. يعني ايه دوران العمل؟ ان انا يبقى في مثلا مكان فيه شغل كتير ومستمر وعلى طول ومطلوب على طول، ده بيعمل مجهود ايه؟ مجهود جسماني وعضلي كتير. وواحد الشغل بتاعه بطيء في مكان مثلا بيبقى في قسم الحفلات، مثلا بروح قسم الحفلات بشتغل فيه بس بيبقى من وقت للتاني. اعمل حاجة اسمها دوران العمل، يعني اجيب العمال اللي موجودين في المكان ده اوديهم المكان التاني بحيث ان يبقى فيه راحة للعاملين اللي موجودين عندي في الايه؟ في القسم. المريح ما يدنوش ايه على طول بقى الورديات بتاعته مريحة والورديات بتاعت عددها بسيط. يبقى انا بعمل ايه؟ حاجة اسمها دوران العمل. او ممكن اخلي عدد ساعات الوردية بتاعتي فيها جزء في النص بيبقى فيه راحة للايه؟ للعاملين، عشان المجهود العضلي اللي هم بيعملوه. طبعا المجهود العضلي والجسماني، انت بتدخل الغرفة بتنظف الحمام، بتنظف الغرفة، بتنظف، يعني بتعمل مجهود. وطبعا لو نسبة الاشغال بتاع الفندق عالية هيبقى المجهود بتاعي عالي قوي. ليه؟ لان انا ما برتاحش، بخرج من الغرفة دي بنظف الغرفة التانية وهكذا، نسبة الاشغال بتاعتي 100%. بعد ما بخلص الغرف بعمل الطرقات، بعد ما بخلص الطرقات بعمل وهكذا. يبقى انا الوردية بتاعتي شغال على طول، لو 8 ساعات ولا 6 ساعات انا تعبت، ويوم بعد يوم بعد يوم اللي انا كنت بعمله في اليوم الاولاني مش هقدر اعمله بعد كده شهر ولا شهرين، هيبقى جسمي تعب. يبقى انا بعمل ايه؟ حاجة اسمها دوران العمل علشان اريح العاملين اللي موجودين عندي في الايه؟ في القسم بتاعي. طبعا بيتطلب المجهود العضلي والجسماني ده بيتطلب عمل او ضعف في مستوى الاجور مقابل ساعات الايه؟ ساعات العمل. طبعا انا لو قللت
ساعات العمل بتاعتي هتقلل في ساعات العمل، ايه في ساعات الاجور بتاعتي، يعني اللي شغال 8 ساعات مش زي اللي شغال 6 ساعات. يبقى الوردية بتاعتي لو انا طالبت ان انا تعبت، الوردية بتاعتي كلها شغل وعندي نسبة اشغال 100%، طلبت قسم الاشراف الداخلي المشرف عليه قلت له انا تعبت وقلل لي عدد ساعات، ايه اللي هيحصل؟ هيقلل لي في الاجر بتاعي، هيقول لي انت ما بتشتغلش زي زمايلك، زمايلك بيشتغلوا كام ساعة في اليوم وانت بتشتغل كام ساعة في اليوم. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا ده كده مش حل. يبقى انا الحل بتاعي بعمل ايه؟ حاجة اسمها دوران العمل، واخلي الوردية مثلا اللي موجودة في الحفلات او قاعات الاحتفالات يعني شهر او يعني بمعدل ايه؟ دوران ثابت، بحيث ان دول يستريحوا ودول يستريحوا، والمجهود العضلي ما يأثر ليش على الأداء بتاعي، لأن أنا عندي لازم الأداء بتاعي يبقى كويس، والمهمة المهمة بتاعتي لازم أديها بالإيه، بالشكل اللي على المستوى الفندق بتاعي. بعد كده حاجة بقى اسمها الاتصال. يعني إيه اتصال؟ يعني تبادل في نقل المعلومات، ونقل المعلومات والآراء من شخص لآخر أو من شخص لمجموعة أشخاص. يعني إيه؟ أنا شغال في قسم الإشراف الداخلي، وزمايلي معايا في القسم، وفي مشرف القسم، وفي الإدارة بتاعت الإيه؟ بتاعت الفندق. لو مفيش اتصال ما بيني وما بين زمايلي، الشغل بتاعي هيبقى ملل وهيبقى فيه مشاكل. انما لو ما بيننا وما بين بعض اتصال، طب ايه رأيك انا هعمل كذا، طب ايه رأيك انا هعمل كذا، يبقى الاتصال ما بيني وما بين زمايلي، طب انا تعبان النهاردة، طب ممكن تاخد بدالي، طب انا اتأخرت اتصل بزميلي، طب اقعد بدالي نص ساعة على ما اجي، وهكذا. يبقى دي حاجة اسمها اتصال، مش لازم بالكلام. يبقى في تفاهم ما بينك وما بين زمايلك، ممكن بالسمع، انت سمعت ان زميلك ده تعبان، لا ده انا ممكن يا المشرف ممكن اقف بداله شوية لان هو تعبان، وهكذا. يبقى دي حاجة اسمها اتصال روحي ما بين العاملين في نفس القسم او العاملين في ادارة الفندق. كمان حاجة ان المشرف لازم يبقى في اتصال ما بينه وما بين العاملين اللي موجودين عشان يسمع الاراء بتاعه العاملين، لان مثلا انا طالب من العاملين شغل يتعمل بالشكل المعين في الفتره المعينه، العاملين الخامات بتاعتهم مش كافيه ان انا اشتغل في الفتره ديت وبالكفاءه اللي هو عايزها. لو انا ما سمعتش الناس اللي شغالة مشاكلها ايه، انا مش هعرف اشتغل اصلا، والهدف بتاعي اللي هو الاداء الجيد مش هيتعمل. ليه؟ لان انا ما سمعتش الناس اللي شغالة معايا شغالة ازاي، وما سمعتش ارائهم ومقترحاتهم في حل المشاكل اللي بتواجه القسم بتاعي. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اتصال ما بيني وما بين العاملين اللي موجودين عندي في الايه، في القسم. كمان حاجة، الادارة بتاعت الفندق لازم تاخد التقارير بتاع الاقسام وتقراها كويس، ويبقى ما بينها وما بين المشرفين وما بينها وما بين العاملين اتصال مباشر. ما يبقاش بقى انا المدير بتاع الفندق وانا نائب المدير واخد التقارير كده، لا ده ملوش لازمه، لا ده لازمه، لا المشكله دي هايفه، لا ده لا، انا ما اعملش كده. لازم اسمع من الناس اللي شغاله المشاكل بتاعتها، لان انا لو سمعت هعرف احل المشكله، لان انا بكتب المشكله على الورقه انا مش هعرف ابعاد المشكله الا لما اسمع من الناس اللي شغاله فعلا. هيقول ايه التقرير بتاع المشرف بتاع الغرف؟ الغرف غير لائقة بالنظافة. طب ايه المشكلة دي؟ سببها ايه؟ اجيب المشرف،
سبب المشكلة ايه؟ لو المشرف ما فيش صلة ما بينه وما بين العاملين، عمره ما هيعرف ايه سبب المشكلة اصلا. طيب يبقى انا لازم اعمل اجتماع دوري ما بين ادارة الفندق وما بين المشرفين بتاع الاقسام، ومشرفين الاقسام لازم يعملوا برضو اجتماعات دورية ما بينهم وما بين الايه وما بين العاملين عشان يسمعوا بعض. وكمان لازم إدارة الفندق تعمل اتصال مباشر، يعني اجتماعات مع العاملين نفسهم، لأن ممكن مشرف الغرف يوصل مشكلة ما صغيرة مثلا، يوصلها كأنها كبيرة، مشكلة كبيرة قوي، وهي مشكلة صغيرة ممكن تتحل بالتراضي مثلا، مشكلة حصلت ما بين عاملين مثلا ووصلوها للإدارة. طب ما انت تسمع ايه المشكلة، طب ما انت ممكن تحلها بدل ما تصعدها لإدارة الفندق، ما تحلها انت. مثلا مشرف الغرف لقى النظافة بتاعت الغرف مش كافية او مش على المستوى بتاعه، وصل الموضوع لإدارة الفندق. طب ما تشوف ايه سبب المشكلة، لو في اتصال ما بينك وما بين العاملين هتقدر تتكلم مع إدارة الفندق وهتوصل لهم المشكلة، وايه بأبسط ما يمكن وبالأبعاد بتاعت المشكلة كلها. تمام، يبقى أنا لازم يبقى في اتصال ما بين جميع أطراف العاملين اللي موجودين فين في الفندق، من أول إدارة الفندق لحد الايه العاملين اللي موجودين عندنا في الفندق. بعد كده اهداف الاتصال بقى، يعني احنا خلاص اتصلنا بقى وعملنا اراء وشفنا الاراء ما بين كل طرف والتاني، وعرفنا الاتصال ما بين العاملين بيبقى شكله عامل ازاي، ان انا اسمع الاراء واشوف وجهات نظر جميع الايه العاملين. الاهداف بقى بتاعتي بتاعت الاتصال، اول حاجة شرح اهداف وخطط الفندق للعاملين. انا لما يبقى عندي ادارة الفندق، ادارة الفندق دي الهدف الاساسي بتاعي ان الربح، الربح ده بيجي ازاي، عن طريق ايه، عن طريق نسبة الاشغال العالية. نسبة الاشغال العالية دي بتيجي عن طريق ايه، ان الجست بتاعي او العميل بتاعي بيبقى راضي عن المكان والخدمات المقدمة في المكان، هيجيلي مرة واثنين وثلاثة وهيرجع لي تاني، وممكن يعمل دعاية ايجابية في المكان بتاعه. يعني مثلا انا عندي فوق مثلا من اي مكان في العالم، الفوق ده الخدمات بتاعتي عجبته جدا والمكان عجبه جدا، عمل ايه، راح البلد بتاعته وقال بقى ده المكان بتاع اللي احنا قاعدين فيه وفيه وفيه والخدمات بتاعته والناس الشغالة وهكذا، عمل لي ايه، دعاية ايجابية للمكان بتاعي. يبقى نسبة الاشغال بتاعتي ايه، هتبقى 100%. هيبقى الهدف بتاعي اتحقق ولا لا، اتحقق، بس عن طريق ايه، اتحقق عن طريق العاملين اللي شغالين معايا. يبقى حقي على العاملين ان انا اقول لهم ايه، على الاهداف بتاعتي، وكمان ان انا برضي الناس اللي شغالة معايا، يعني بدلهم حوافز، لقيت نسبة الاشغال 100% والناس مبسوطة من الناس اللي شغالة، وحدة الإشراف الداخلي مثلا شغالين بقى والناس بدل ما بيقعدوا أسبوع لا هيقعدوا شهر، يبقى أنا بعمل إيه، بحفز الناس اللي اشتغلت عندي وخلت نسبة الإشغال بتاعتي 100%، أديهم حوافز، أديهم كلمة حلوة، أديهم طلباتهم، ما هو برضو الناس اللي بتشتغل لهم طلبات، يبقى أنا لازم أسمع إيه، أسمع آرائهم واسمع الطلبات بتاعته. يبقى انا لازم اعمل ايه، اشرح الاهداف بتاعتي والخطط بتاعتي بتاعت الفندق للناس اللي شغالة معايا في الفندق،
للعاملين، لان هما اللي بينفذوا الخطط دي، يبقى بينفذوا الخطط بتاعتي، يبقى هما اللي هيوصلوني للهدف الرئيسي بتاعي اللي هو ايه؟ نسبة الاشغال بتاعتي 100%. بعد كده اقامة الثقة والاحترام والتفاهم بين الفندق والعاملين. الثقة والاحترام دي بتيجي منين؟ برافو، من الاتصال. اما يبقى عندي لغة ما بيني وما بين الناس اللي شغالة معايا، بسمع لهم، بشوف مشاكلهم، لو في حد عنده مشكلة في البيت بتاعه انا ممكن احلها، اديله اجازة مثلا، اشوف مثلا مشكلة مالية ممكن اديله مثلا قرض مثلا، او اديله حوافز تساعده على المشاكل بتاعته، لو بيتأخر ممكن اعمل اتوبيسات مثلا بتوصل العاملين وتجيبهم. يبقى انا كده بعمل ايه؟ الاتصال بتاعي عرفت المشاكل اللي عند العاملين وبسمع لهم وما ببنيش حواجز ما بيني وما بينهم. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بخليهم يحترموني ويعملوا ثقة ما بيني وما بينهم. لان الثقة دي لو انعدمت مثلا، لو انا مثلا جاي متضايق وتعبان وفي ضغوط عليا، هشتغل كويس؟ مش هشتغل كويس، هيبقى في مشاكل عندي. المهمة بتاعتي اللي انا كنت بشتغل بشكل سريع وبعمل بشكل، لا ده انا هفكر في المشاكل اللي عندي عشان هحلها ازاي ومش هحلها ازاي وكده. لو المشرف بتاعي جه وقال لي انت في حاجة، انت مالك، في، طب ايه المشكلة اللي عندك، وحاول ان هو يحلل المشكلة دي. وقبل كده كان بيقعد يزعق لي وبياخد المشاكل دي يوصلها للإدارة ويعمل لي خصومات وكده، انا هحكي له على المشاكل؟ مش هحكي له على المشاكل، وبرضه مش هأدي الأداء بتاعي بالشكل الكافي اللي هو عايزه. يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا خليت الناس اللي شغالة معايا مفيش ثقة ما بيني وما بينهم ان هم يحكوا لي على المشاكل واشوف ايه حل المشاكل ديت وممكن احلها، وتبقى ايه؟ حافز ايجابي للعاملين، بدل ما بيشتغلوا بتكاسل، لا ده انا هشتغل معاهم ويبقى في اتصال ما بيني وما بينهم، وهيبقى في احترام، وهيؤدي الى اداء العمل بشكل ايه؟ بشكل ايجابي وعلى القدر المستطاع، والاهداف بتاعتي هتتحقق، اللي هو الايه؟ رضا العميل، والهدف اللي هو الربح اللي هو بيجيلي عن طريق نسبة الاشغال اللي هي بتبقى عالية. بعد كده نقل المعلومات والتأكد من التعاون. نقل المعلومات يعني ايه؟ انا عندي مشكلة في مثلا ان انا النظافة بتاعتي مش على المستوى اللي انا عايزه. طيب انا اتكلمت وسمعت اراء العاملين معايا وقالوا لي ايه سبب المشكلة. سبب المشكلة مثلا ان العاملين مش كتير وبنخلص الشغل بسرعة وعايزين نخلص عشان نسبة الاشغال عالية، واحنا مش سوبرمان يعني ان انا اخلص الشغل بتاعي ده بسرعة. اوصل المعلومات بتاعتي ديت للإدارة، والإدارة تجيب لي عاملين يشتغلوا بالكفاءة بتاعتي. مثلا الناس اللي شغالة كتير برضو الشغل بتاعهم مش كويس، اسمع لهم، طب ايه سبب عدم النظافة؟ ما وفرت لكم ناس اهو، ممكن يكون عدم النظافة ايه؟ ان مواد النظافة اصلا مستواها مش عالي، بستهلك مواد نظافة كتير وما بتدينيش مستوى نظافة عالي. سمعت الآراءهم وسمعت المشكلة، اوصل المعلومة دي للإدارة، هيوفروا لي خامات ومواد تنظيف احسن من المواد التانية اللي هم ما بتؤديش الى الهدف بتاعي اللي هو الايه؟ المستوى العالي. ده بيخلي إدارة الفندق بتتفاعل مع المشاكل
وبتحلها بالقدر المستطاع عشان تعمل ايه، تحقق الهدف بتاعها اللي هو الارباح ورضا العميل بتاعنا. لان نقل المعلومات اما يبقى معلومات سليمه وبنقلها بشكل صحيح، ايه اللي بيحصل؟ برافو، بحلها كويس وبخلي العاملين اللي شغالين عندي مرضيين وهم بيشتغلوا. بعد كده القيادة والتوجيه للأفراد والتنسيق بينهم. طبعا قسم الإشراف الداخلي مهمته الأولى والأخيرة إن هو يبقى يظهر بشكل لائق أمام العميل، والنظافة يحس بيها العميل، يحس بالنظافة، ما يشوفنيش وأنا بشتغل بس يحس بالنظافة دي. إحساس ده حاجة غير إيه، غير محسوسة، إن أنا بشتغل ومش عارف مين اللي شغال، ده هو ما بيحسش بيا بس هو شايف الشغل بتاعي شغل ايه، شغل كويس. طيب انا دلوقتي الشغل بتاعي مش كويس، مين اللي بيراقبني؟ المشرف بتاعي هيجي يشوف الشغل بتاعي بعد ما خلصت شغل، هيقول لي الشغل بتاعك مش كويس. ما تقولش مش كويس، لا قول بشكل يعني ايه ما يجرحش الناس اللي بتشتغل، او ما يخليهمش عندهم طاقة سلبية، لان انا طب ما انا اشتغلت، طب ما يشوف ايه المشكلة في النظافة مش كاملة. يبقى انا بوجه بس بطريقة ايه كويسة، اقول له ايه، هو ايه رأيك في الشغل بتاع زميلك؟ لو نفس الخامات بس الشغل هنا كويس والشغل هنا مش كويس. طب ما طب انت عايز مثلا مدة طويلة، عايز خامات احسن، ولا ايه رأيك، عايز تدريب ادربك، ولا في مشكلة عندك؟ يبقى انا بوجهه بطريقة غير مباشرة علشان ما ادهوش طاقة سلبية، لا ده انا بشتغل والله، ده انا حتى اعمل واشتغل وظهري اتكسر وبشتغل مجهود عضلي كتير بس مش عارف. يبقى انا بعمل ايه، بوجهه بطريقة غير مباشرة عن ان هو يشتغل ايه بشكل احسن. والتوجيه ده مهم جدا قوي، لان انا اما باجي اوجه والناس اللي شغالة قدامي ديت عاملة مجهود، بتحس ان هي مهما تشتغل مش هيجيب ايه، مش هيجيب عالي. طب ما ممكن يكون قدراته كده، يبقى انا اخده ادربه ووجهه واديله بعض التوجيهات الغير مباشرة عشان ما ادهوش ايه طاقة سلبية ان هو مهما يشتغل كأنه ما بيشتغلش. وكمان لو انا شفت واحد شغال والشغل بتاعه كويس جدا وبيأدي المهام بتاعته في اسرع وقت وفي وقت صغير وما بيهدرليش في الخامات، ممكن اديله حوافز، ممكن ارقيه، يعني ما يخلوش في نفس المكان اللي هو فيه. طب وليه؟ يبقى انا بعمل ايه، بوجهه بطريقة ايه، بطريقة ايجابية عشان الطاقة الايجابية بتاعته تبقى ايه، تبقى عالية. بعد كده تهيئة المناخ التنظيمي الجيد ورفع الروح المعنوية. طبعا المناخ التنظيمي اللي هو تنظيم العمل في القسم، اللي هو اما يبقى عندي نسبة اشغال عالية ما اضغطش على يعني مجموعة معينة واشغلهم لفترات طويلة، لان ده انسان بيبقى له مجهود وبيبقى له فترة ان هو خلاص مش قادر يشتغل تاني. يبقى انا بعمل ايه، بنظم عملية الـ الشغل بدوران العمل، مثلا بالتنظيم ما بين الورديات، بتقليل ساعات العمل، مثلا ممكن اديهم حوافز، الحوافز دي لا انا هشتغل عشان اخد حوافز، لا ده المشرف بتاعي قال لي لا ده الشغل بتاعك كويس، يبقى انا بديله
حوافز كده معنوية، وبرفع من روحهم المعنوية عشان يدولي أعلى نظافة وأعلى أداء ممكن، وبشكل إيه؟ وبشكل جيد أمام الإيه؟ أمام العميل. لأن طبعا أنا لو جيت وعامل مثلا بيشتغل في غرفة والعميل كان قاعد، وانا جيت وزعقت قدامه للعامل وقلت له انت لسه مخلصتش انت، ممكن احرجه قدام الجست او العميل، وممكن ما يجيليش الشغل تاني، او ممكن ما يشتغلش تاني الشغل اللي هو كان المفروض يشتغله باسرع وقت. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى في روح معنوية عالية، برافو عليك، وهكذا. وبالاخص ما يبقى نسبة الاشغال بتاعتي عالية، انا بحتاج عاملين عندي عشان ايه؟ عشان يشتغلوا لان نسبة الاشغال عالية، عايز عاملين كتير. يبقى انا مش وقته ان عامل من العمال يسيب لي الشغل، يبقى انا برضيهم وبعمل لهم ايه؟ روح تنظيمية وروح معنوية عالية عشان يدوني اعلى اداء في المهام. بعد كده تحقيق التفاهم بين العاملين والإدارة. تحقيق التفاهم ده بيجي لي منين؟ من الاتصال، من الاتصال والتفاهم وسماع الآراء من المجموعة، وعمل اجتماعات من وقت لآخر عشان أشوف احتياجاتهم وإيه مشاكلهم وإيه الاحتياجات الخاصة بالقسم. علشان التفاهم ده لو في تفاهم ما بين العاملين وبعض طبعا بيبقى الشغل يعني ايه على القدر المستطاع، وممكن يعملوا لي يرفعوا لي الحد الاعلى من النسبة بتاعت الاشغال. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل اتصال ما بين العاملين واتصال ما بين الإدارة عشان يحققوا لي الاهداف بتاعت الاتصال بتاعتي دي كلها. بعد كده خلصنا بقى الاتصال، ندخل بقى على الغرف. الغرف ديت طبعا احنا عندنا الفندق عبارة عن طبقات، مثلا ممكن يبقى فندق كبير يبقى ممكن 5 ادوار او ممكن توصل ل7 ادوار، وفي اعلى من كده لو الفندق كبير. طبعا لو الفندق كبير يبقى هيبقى عندي ايه؟ كل دور من الادوار في ممر. الممر بتاعي بيبقى فيه غرف على اليمين وغرف على الشمال، وبعد الغرف في اخر الممر بيبقى فيه المخزن بتاع الممر. المخزن بتاع الممر ده بيبقى مخزن للبيضات، لان طبعا انا الغرف عندي كتير، البيضات بتاعتي بحتاج ان انا بيضات كتير، مش هنزل بقى اجيب من المخزن العمومي اللي تحت وكل يوم اعمل طلبات ان انا انزل وهكذا وانضف واجيب بيضات غيرها، لا. يبقى انا عندي الممر بتاعي بيبقى فيه اخره المخزن، وبيبقى فيه المخزن بتاع المهام بتاعتي، ممكن المواد الخام بتاعتي اللي انا بنضف بيها الغرفة او البيضات. طبعا ارقام الغرف بتظهر باشكال مختلفة عشان استقبال الايه، بالاخص في قسم الاستقبال. عندي حالات الغرف بتبقى 3 حالات. الحالة الاولى اللون بتاع الغرفة اخضر، بتبقى لون الغرفة الرقم بتاع الغرفة اللون بتاعي اخضر. يعني ايه اللون اخضر؟ بيدل على ان الغرفة جاهزة للتسكين، فاضية فاضية وجاهزة للتسكين. يعني ايه غرفة فاضية ويعني خالية وجاهزة للتسكين؟ ان انا قمت بتنظيفها، وان الغرفة خلاص ان انا نظفتها وجاهزة ان اي عميل يجي يدخل فيها على طول واسكنه فيها على طول. في
مثلا لون احمر، ديت ان الغرفة خالية بس غير جاهزة للتسكين. يعني ايه غير جاهزة للتسكين؟ يعني انا مثلا عندي حاجة معطلة فيها، السباكة مثلا بايظة، عندي مثلا التكييف معطل، عندي الاساس بتاعها عايز يتغير، المراتب بتاعتي عايزة تتغير، وهكذا. يبقى انا عندي كده ايه، غرفة خالية ولكنها غير ايه، غير جاهزة للتسكين. طب اللون الاصفر يدل على ان الغرفة ساكنة، ساكنة يعني فيها ناس موجودين، يبقى فيها عميل. يبقى انا كده عندي ثلاث ايه، ثلاث حالات للغرف. لازم الحالات دي لازم يكون ايه، لازم يكون عندي معروف الحالات بتاعتي. ده مثلا الشكل بتاع رقم من ارقام الغرفة، عندي الثلاث الوان، اللون الاحمر والاصفر والايه والاخضر. يبقى احنا كده عرفنا الالوان بتاع الغرفة لازم تبقى موجودة في الغرفة نفسها او في مكتب الاستقبال او في المكاتب الامامية. بعد كده عندنا بقى وسائل الاتصال المستخدمة في الاشراف الداخلي. احنا طبعا عارفين ان الاشراف الداخلي اتصال مباشر ما بينه وما بين العميل. الوسيلة الاولى اللي هو الاتصال المباشر. يعني ايه الاتصال المباشر؟ ان انا ببقى موجودة في الغرفة خدمة غرف مثلا، والعميل موجود في الغرفة نفسها. العميل موجود في الغرفة نفسها، انا بعمل الايه، بعمل الخدمة اللي هو عايزها وهو موجود في الغرفة. يبقى ده اتصال مباشر ولا لا؟ هو اتصل بيا وقال لي انا عايز الفطار مثلا دلوقتي. يبقى خدمة الغرف بتعمل ايه؟ بتنزل تجيب لي الفطار وتطلعه لفين؟ للعميل في الغرفة. في شوية حاجات كده في الاتصال المباشر بالاخص في خدمة الاشراف الداخلي. انا دلوقتي رحت للعميل الغرفة بتاعته وبحضر له الفطار. طبعا انا واخد الفطار على التريه بتاعي وبنزل له الفطار على الترابيزة اللي موجودة في الغرفة. اول حاجة طبعا بخبط على الباب لو مفيش جرس. في جرس طبعا، التقنيات الحديثة دي مهمة قوي، موجودة في الفنادق. اخبط على الباب الجرس او بخبط على الباب نفسه. المرة الاولانية العميل ما فتحش، بستنى دقيقتين واخبط تاني، اضرب الجرس او اخبط على الباب، العميل فتح. دخلت طبعا العميل، ممكن انا ادخله الحاجة على ترولي صغير للاكل لو غدا او عشاء او كده، بدخله على الغر على ترولي او على التريه اللي موجود معايا. ما ادخلش بقى الغرفة وابص بقى ده مين اللي معاه في الغرفة، ده لابس ايه، ده ايه اللي في الغرفة ده، لا ما ينفعش. بدخل وعيني في الارض، عيني في الارض، ما بصش ولا هنا ولا هنا. الاكل بتاعي اللي موجود على الترولي ادخله واحط الحاجة على الطاولة بتاعتي او الترابيزة بتاعتي من غير ما اتكلم كلمة. كل حاجة حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، تحت امرك يا فندم. بس ما افتحش بقى حوار واقعد ابص بقى في الغرفة ولابس ايه ومين اللي في وهكذا، لا ما ينفعش. يبقى انا بدخل الغرفة بالاستئذان وانا عيني في الارض، احط الحاجة بتاعتي واستنى دقيقة اشوف للعميل طلب تاني ولا لا. ملهوش طلبات تانية برجع بظهري، مرجعش بقى بوشي كده، لا ما ينفعش ان انا ابص في الغرفة.
يبقى انا برجع ايه بظهري وعيني في الارض. بعد ما خلصت خالص في طلبات اخرى او تحت امرك يا فندم لو في طلبات اخرى بس، يبقى ده اتصال مباشر ما بيني وما بين الايه العميل. في اتصال اخر ان انا اول ما العميل بيجي طبعا باخد منه الشنط وبطلع معاه على المصعد او اطلع على السلالم اوصله لحد الغرفة بتاعته. ده اتصال ايه مباشر. مش وانا طالع بقى في المصعد افتح بقى معاه ما فادي، طب وانت حضرتك منين ومش منين والكلام، لا مفيش كلام خالص. لو العميل سأل سؤال ارد على قد السؤال بس، تمام. وبعد ما اوصله للغرفة او بعد ما اقدم له الخدمة في الغرفة ما استناش بقى وقف كده مستني بقشيش بقى وكده، لا، لو العميل اداك بقشيش على طول بعد ما قدمت الخدمة اداك بقشيش ما اقفش خالص، يعني ثواني لو طلب طلبات اخرى او سأل سؤال بعد كده تحت امرك يا فندم وامشي على طول. ما بقاش بقى ايه اقف كده واعمل كده وتحت امرك يا فندم وانا تحت امرك في اي وقت لا الكلام الكتير ده لا ما ينفعش، هي كلمة واحدة تحت امرك يا فندم اي خدمة واستأذن وامشي، تمام. يبقى هو ده الاتصال ما بيني وما بين الايه وما بين العميل، ده اتصال مباشر. طبعا الاتصال المباشر وسائل الاتصال التانية كتابة التقارير، تاني حاجة كتابة التقارير والطلبات. انا مثلا عندي انا مشرف غرف، العاملين اللي تحت ايدي لازم اكتب تقارير عنهم بيشتغلوا كويس بيوصلوا في المواعيد بتاعتهم، الورديات بتاعتهم سليمة، الاعمال بتاعتهم كويسة. مش كده كمان بكتب الطلبات بتاعت العاملين، واحد مثلا عنده عايز اجازة، واحد بيطلب مثلا ان هو يغير المكان بتاعه يروح مكان تاني وهكذا، بشوف الطلبات الموجودة للعاملين وبعمل تقرير بيها وبوصلها للإدارة بتاعت الايه بتاعت الفندق علشان يقوموا بايه بالعمل اللازم نحو التقارير دي، يشوف لو فيها مشاكل يحلوها، لو في مثلا عامل يجازوه، لو في عامل ممكن يديله مثلا حافز ولا حاجة، يبقى كده التقرير بتاعي مكتوب وبيوصل لايه لإدارة الفندق. بعد كده استخدام التليفون. طبعا استخدام التليفون ده يعتبر ما بين العميل وما بين قسم الاستقبال. ان انا مثلا انا عميلة اهو في الغرفة عايز مثلا قسم الاستقبال يصحيني الساعة 6 الصبح، بتصل طبعا بيبقى معروف الرقم اللي هتتصل بيه على التليفون لقسم الاستقبال واقول له على الطلب بتاعي. مثلا لو انا عايز مثلا بتصل بقسم الاستقبال اقول له عايز خدمة الغرف ان هم يطلعوا لي الاكل، يبقى ده اسمه ايه اتصال بالتليفون. في اتصال بالتليفون في نفس القسم برضو اللي هو ايه، انا جات لي الطلبات بتاعة الغرف، الطلبات بتاعة الغرف ان في مثلا 50% هياكلوا في المطعم و50% هياكلوا في الغرف فوق، ببلغ قسم المطبخ وببلغ قسم خدمة الغرف بالتليفون اقول لهم غرفة كذا وكذا هيبقى في خدمة غرف، غرفة كذا وكذا هيبقى في المطعم اكل في المطعم، يبقى ده ايه اتصال بالتليفون. استخدام لوحة الغرف. طبعا استخدام لوحة الغرف دي مهمة جدا. ليه؟ لان انا قسم الاستقبال لوحة الغرف بتاعتي بتبين ايه هي الغرف الخالية وايه هي الغرف اللي صالحة للتسكين وايه الغرف اللي المفروض اعمل فيها اصلاحات.
مين اللي بيديلي حالات الغرف ديت؟ الإشراف الداخلي. الإشراف الداخلي بيدي التقرير بتاعه لقسم الاستعمال، الغرفة ديت فيها إصلاحات كذا، الغرفة ديت عايزين خدمة غرف فيها عشان ننظفها وهكذا. يبقى قسم الاستقبال عندنا استخدام لوحة الغرف، وطبعا لوحة الغرف دي ممكن تبقى في نفس الغرفة، يبقى الغرفة نفسها عليها اللوحة بتاعتنا اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، اللوحة بتاعتنا منورة اخضر او اصفر او ايه او احمر، او اللوحة دي موجودة تحت في قسم الاستقبال، علشان يبقى قسم الاستقبال عنده ايه؟ عنده معرفة عن حالات الغرف. استخدام الكمبيوتر. استخدام الكمبيوتر ده الحاجة الحديثة اللي موجودة في كل الفنادق اللي احنا بنعمل فيها ايه. طبعا قسم الاستقبال اكتر حاجة بيستخدم فيها الكمبيوتر. ليه؟ لان انا عندي حالات الغرف، بكتب حالات الغرف على الكمبيوتر بتاعتي، البيانات بتاع العاملين، بيانات العاملين بيبقى في قسم الاستقبال، بكتب بيانات العاملين، بيانات حالات الغرف، بكتب حالات الغرف، كل حاجة في الفندق بعملها فين؟ على الكمبيوتر بتاعي. ليه؟ انا دلوقتي عندي كذا وردية، وردية صباحية ومسائية وليلية. انا الفترة الصباحية فتحت الكمبيوتر بتاعي وشفت ايه هي الطلبات بتاعت الغرف وايه حالات الغرف وهكذا. لقيت الغرف بتاعتي فيها مثلا 10 غرف هيتم اخلاءهم الساعة قبل الساعة 12. ده اسهل ولا اما افتح بقى الملفات والدفاتر واقعد افتح بقى واشوف ايه حالات الغرف؟ يبقى الكمبيوتر سهل لي الشغل في الاقسام وفي التواصل ما بين الاقسام، وطبعا كل قسم من الاقسام فيه كمبيوتر عشان الاتصال ما بينه وما بين قسم الايه، قسم الاستقبال والمكاتب الاماميه، لان قسم الاستقبال ده بيعمل ايه؟ اتصال ما بين جميع الاقسام اللي موجوده في الفندق، بيشوف حالات الغرف عامله ازاي، وبيتصل بالمطعم، بيتصل بالاشراف الداخلي، بيتصل وهكذا، بيعمل ايه؟ اتصال، عملية اتصال يعني ايه، متحدة ما بين جميع الاقسام اللي موجودة. الغرفة دي متسكنة، عايزة فطار، عايزة خدمة غرف، عايزة نظافة، عايزة صيانة، عايزة كذا، يبقى انا بتصل في قسم الاشراف الداخلي عن طريق الكمبيوتر بشكل ايه؟ سريع، وبتصل بشكل مباشر مع الاقسام كلها، وبيبقى كلهم عندهم نفس الايه، الامر بتاعي. بعد كده الاتصال بالتعبيرات الحسية. يعني ايه اتصال بالتعبيرات الحسية؟ يعني انا بحس باللي قدامي. يعني ايه بحس باللي قدامي؟ انا دخلت غرفة، انا عميلة اهو، جست، دخلت الغرفة، اول ما دخلت الغرفة لقيت الغرفة نظيفة وجميلة وفيها كل الامكانيات اللي انا عايزها، والحمام نظيف وفي جميع البياضات ونظيفة جدا. لقيت الحاجات دي قدامي، اعمل ايه؟ على طول اطلع من جيبي بقشيش. ليه؟ لان انا حسيت بالمجهود اللي معمول في الغرفة. يبقى الاتصال ده اتصال حسي، انا بحسس العامل اللي اشتغل ان انا حاسس باللي انت عملته، وحاسس بالنظافة اللي انت عملتها. انا ما شفتكش وانت شغال، بس ايه، حسيت بالنظافة وكمية الشغل اللي انت اشتغلته. يبقى انا كده ايه، اتصال حسي، اتصال حسي ما بيني وما بين الناس الايه، اللي شغالين دول. طبعا الاتصال الحسي ده مهم قوي،
كمان الاتصال الحسي ده ما بين العاملين وما بين المشرفين في القسم، في أي قسم، بالأخص الإشراف الداخلي. المشرف أما يحس بالناس اللي شغالة معاه والعاملين اللي شغالين عنده، بحسسه إن أنت اشتغلت، إن أنت كويس. ليه؟ برافو عليك. أديله حافز، أديله حافز كده. إيه ده؟ أنت لحقت خلصت؟ برافو عليك، ده انت الشغل بتاعك ممتاز، ده انت الشغل. بحسسه ان هو عمل مجهود في الشغل بتاعه. ده بيعمل ايه؟ بيرفع من روح المعنويات بتاع العاملين، وفي نفس الوقت بخليهم يعملوا مجهود اكبر ويحققوا لي الاهداف بتاعتي عن طريق غير مباشر، ان انا حسسته ان انا حاسس بيك. يبقى كده اهم حاجة عندي الاتصال الحسي ده، بالاخص في القسم. بيحس ان انا عندي مشكله، بيجي يتكلم معايا، طب ايه المشكله اللي عندك وايه؟ يبقى ده بيحسسني ان هو مهتم بيا. بقى الاهتمام ده والاتصال الحسي ده مهم قوي، ان انا عشان اخلص الشغل بتاعي، وعشان ايه؟ وعشان انجاز المهام بتاعتي بالايه؟ بالشكل المميز اللي انا عايزه في الايه؟ في الفندق بتاعي. النهارده خدنا يعني ايه الاتصال، واهميه الاتصال، واهداف الاتصال، وخدنا بعض الطرق في الاتصال ما بين العاملين وما بين الجست، وقلنا ان ده مهم قوي، موضوع الاتصال ده مهم جدا، وهنكمل باقي وسائل الاتصال الحلقة القادمة. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.